إذن انطلق مشاهدينا الأعزاء. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد. انطلق أول أشواط الثنايا البكار في هذا اليوم. الله يا سلام يا سلام، انطلقت الشعارات وانطلقت الأسامي في هذا الصباح، والكل يتمنى انتزاع نقطة هذا الشوط لدلالة جاهزية المشاركين في، وهذا بالفعل ينطبق على أشواط الفترة المسائية. أيها الأعزاء، نرحب في هذه اللحظات بقدوم سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، فمرحبا به هنا في ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة، والترحيب بكل الحاضرين وبكل مشاهدين قناة الريان الفضائية والقنوات الناقلة. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط العمالة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول المضمر سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري على يضمر ويتابع اللي في المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، الشاهينية لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. ننتقل إلى المركز الثالث، الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم المضمر مسري بن سالم بالعرض الحميري، واللي تليها وتتقدم على خامس أو على رابع المراكز. وانتقلت إلى المركز الثالث هذه يا سلام، الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تهانينا من هذا المكان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على التميز، على التميز سلطان الوهيبي، واحدة بس في الشوط، واحدة عن مليون واحدة، يا سلام، واحدة تكفي، كفيت ووفيت يا العملاق، كفيت دافع بمنصورة في هذا الشوط اللي انطلقت وبدون أوامر. شوف العصا قوس والعصا مربوطة ربط مثبتة تثبيت في هذا الشوط، يا سلام، ما تستاهل الأوامر ولا جت أوامر، ولا يفكر الوهيبي أصلا ولا يفكر العملاق أن يطلق الأوامر على منصورة اللي انطلقت وابتعدت ابتعاد كل بعيد، كل البعد بعيدة كل البعد. إذن فالخير، فالخير للشعار العنابي في هذا اليوم. الله يا سلام، الله، تهانينا للمحبين الشعار العنابي، تهانينا لهذه الجماهير التي ترافق 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 منصورة أكثر من 500 متر. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهاني للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي على هذا الفوز المستحق. تهانينا والناموس. أول الأشواط عنابي، أول الأشواط مع منصورة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي نويعس. في المركز الثاني لهجن الرياسة، المركز الثالث، المركز الثالث والرابع لسمو الشيخ حمدان أو لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم. المركز الخامس لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع بروك اللي احتلت المركز الخامس، أو مع الشاهينية لهجن الرئاسة. أيها الأعزاء، منصورة تختطف أول أشواط الصباح، تنتزع أول أشواط الصباح وتهدي ناموس لسعادة شيخ القعقاع. 9:14 87 جزء من الثانية، توقيت ممتاز جدا بدون أي أوامر أو بدون أي تعليمات. تهانينا لسعادة شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وتهانينا للسلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني نويعس، توقيتها 9:25 81 جزء من الثانية، تهانينا لهجن الرئاسة وتهانينا لمبارك بن أحمد بن مطر الخيلي. المركز الثالث الشاهينية قطعت المسافة ب 9:28 75 جزء.